على قلوبنا الأستاذ وليد باصالح. أبو مي يلا أبو مي. كشته وراها كشته، معكم برنامج كشته، طلعتنا حلوة مرة ومشاهدنا البهارات. اللي يفتكر ترى هذه شارة كشتات رقم واحد. كشتات البرنامج الضخم، البرنامج الواقعي في تصوير خارجي، التحدي الكبير. لكن ايش التحدي اللي ممكن يوقف قدام ما شاء الله تبارك الله عدد كبير من النجوم اللي كانوا متواجدين؟ يا جماعة والله أذكر كواليس انطلاقة برنامج كشتات، أذكر التجمع الأول لكشتات، أذكر الانطلاقة للمكان اللي صورنا فيه بداية برنامج كشتات. تدرون إيش اللي ظهر على الشاشة؟ ظهرت الروح الحلوة. قبل ما ياخذ المشاهد الفقرات كان ياخذ الروح والمحبة والتآلف والتفاهم بين نجوم البرنامج كلهم. كنا على قلب رجل واحد فعليا. كان الواحد اللي عنده فقرة كل الشباب تلقاهم يدعموه ويطلعوا فقرته بأجمل شكل ممكن. ردة الفعل من الجمهور كانت يا الله رهيبة جدا وحلوة جدا، شجعتنا أن نعطي أكثر وأكثر وأكثر. كل التحية للنجوم اللي موجودين، اللي حطوا اللبنة الأولى لهالبرنامج الضخم جدا، اللي كان سبب بعد الله من أسباب انتشار شبكة المجد الفضائية عند الجمهور في المملكة العربية السعودية. إلى هذه اللحظة الناس تقول كشتات 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 بدون مبالغة، واللي موجودين في الاستوديو الآن يأكدوا على كلامي، إلى الآن يتذكرون الجمهور كشتات، ولما تعيد لهم شيء على الشاشة يقولوا يا الله على ذكريات كشتات وعلى أيام كشتات. البرنامج حلو والنجوم كانوا رائعين. كل التحية للمشاهدين وللنجوم اللي موجودين في الاستوديو الآن، اللي أنا واحد من اللي تعلموا على يديهم. وشكرا على الدعوة الحلوة، والله يديم أيامنا الحلوة. يا سلام كشتات يا سلام. الله الله الله، اي والله ما سمعنا اليوم شهرة كشتات. والله نسمع. المشكله انكم حاطين كلنا اصواتنا نصلح فيه كورال، لنا كورال كورال ولا شيء. اعطونا اللي عندكم سمراء. انتم اعطونا شيء كشتات خدمتني احلى الكلام جمعتنا والله تمام. لا 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 خذ مني أحلى الكلام جمعتنا والله تمام. خذ مني أحلى الكلام جمعتنا والله تمام. لا 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 اذكر ربك يا بطل ذكر الله أحسن عمل. لا 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 لا. يا سلام عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله. يا هلا والله والله يا عبد الرحمن. يا عطنا يلا عطيكم شيلة. يلا وش هي الشيلة؟ هذا اللي جالس العصر كذا وشاف الشمس.